السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ مصطفى، الله يبارك في عمرك. وإياكم. الله يبارك في ربنا، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال يا رب. يا رب يا رب أمين، ومنكم ومن السامعين والسامعات. تفضل. سؤال، كان في حد صديق لي جاي له شغل، وظيفة في بنك، يشتغل زي فراج، زي ساعي، زي حاجة كده، فيه يعني ملوش دعوة بالفلوس والحاجات دي، يعني ملوش دعوة بالإدارة. يعني العمل جائز وغيره أفضل منه. الله يبارك فيك.